راح يكون على هامش جلسة 28 مخصصة جزء منها موضوع التشريد والقتل اللي قاعد يحصل في 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 حلب. قضية إنسانية جدا بحتة إنسانية يعني ما حد يقدر يزايد. ما حد يزايد عليه لكن ولا حد يتكسب انتخابيا عليها ولا حد يبي يطلع على حسابها. ناس معاناة ما بعدها معاناة يعني قاعدة يعني تقدم أرواحها تحتاج مساعدة تحتاج طريق آمن تحتاج أدوية تحتاج النجاة تحتاج طوق نجاة تحتاج أمور كثيرة فلا حد يجي يتكسب على ألام الآخرين في هذه المسألة. قضية إنسانية لبحتة بالدرجة الأولى. أتمنى إن شاء الله أن يوم 28 الجلسة إن كلنا كأعضاء نقدم رؤية واضحة في مساعدة إخواننا السوريين. نتمنى في وتكون الحكومة مبادرة قبلنا.